مرحبا، عماد عانسي مدير المركب الفلاحي تبار. أنا اليوم موجود في الجناح باش نمثلوا مركب الفلاحي تبار وديوان الأراضي الدولية بمختلف المنتجات نتاعه، واللي الحقيقة الغاية منها هو تقريب الأسعار للمواطن والمساهمة في تخفيض الأسعار. وإن شاء الله بعد انقطاع دام سنوات المعرض رجع اليوم في باجة، معناها بدرت خير، إن شاء الله تكون مرحلة أولى نبنوا عليها باش تواصل هالمبادرات هذه في مختلف الفصول السنة إن شاء الله. فكرة على بعض المنتوجات. احنا اليوم معناها حطينا مختلف منتوجات المركب إضافة إلى منتوجات المركبات الفلاحية التابعة لديوان الأراضي الدولية. دونك احنا كان نشوفوا الجناح حطينا منتوجات المركب اللي هي تتمثل في معناها المنتوجات الزراعات النونجاك، القمح الصلب والقمح اللين والقرفالة والبرسم وزيتون الطاولة واللوز والمنتوجات من مركبات أخرى كما الدجاج الجاهز للطهي من المركب الفلاحي النفيضة، الجبن من المركب الفلاحي العلم، زيت الزيتون مركب الفلاحي الشعار. على بالنسبة للدجاج الجاهز للطهي 8 دينارات و 500 الكيلو، بالنسبة للجبن 34 دينار الكيلو، زيت الزيتون 20 دينار، العظم المعلب 11 دينار و 400 البلاتو، التفاح 3 دينارات و 700 الكيلو، العنب 3 دينارات و 800، الفستق 34 دينار الكيلو. اللحوم ان شاء الله احنا تحضيرات الحقيقة كانت في اخر لحظة، وتعرف حتى الامبلاسمون مع جديد، دونك ثم برشا امور لوجستية في التحضيرات ما تمكناش اليوم، ان شاء الله بقدرة ربي غدوة بالنسبة لليوم الثاني واليوم الثالث باش تكون ان شاء الله موجودة. والله في حدود 38 دينار كيلو العلوش حسب الاسعار الموجودة في نطاق البيع التابعة ديوان الاراضي الدولية، وإن شاء الله البقري في حدود 34 دينار و500 كما نقاط البيع الموجودة في في الاقبال في اليوم الأول. اليوم والله اقبال محترم الحقيقة، رغم معناها البلاصة جديدة بتاتر حتى سنوات مقاعش معرض، ما حسب نشوف اقبال الحقيقة، اقبال جيد وإن شاء الله تتواصل البدر هذه. شكرا.